مساء الخير، مساء الصحة والجمال، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا ان شاء الله. معانا النهاردة فقراتنا، اول فقرة لينا مهندسة الديكور المبدعة فاطمة كشك. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا، اهلا عاملة بيك. ايه؟ الحمد لله. انتي بتعملي التصميم بتاعك في شكل حدوتة، اه ودي حاجة يعني عاملة ترند فظيع وجذب انتباه الناس كلها. احكي لنا كده عن الموضوع ده. والله، هي بالنسبة لي أول حاجة الحدوتة كانت بدايتها إنها حلم. كل واحد بيعيش في بيته بيحس إن هو يبقى حاسس إن هو عايش في حلم اللي هو عايز يحققه في يوم ما، يبقى ده أول خطوة في حياته. البيت ده لازم يبقى مكان الراحة، فطالما كلمة راحة يبقى احنا لازم نقول ايه هواياتي، ايه الحاجات اللي انا بحبها، ازاي اعرف اعيش في المكان ده بطبيعتي. يعني انت بتبتديها بفكرة من العميل بيبلغك بيها، بالظبط. وبتقعدي معاه طبعا جلسات وحاجات كده، اه بقعد وبتعرفي معاه افكاره ولازم ومحتاج اعرف ايه. كل الديتيلز اللي في حياته، يعني حتى الحاجات اللي بيحبها والحاجات اللي بيكرهها. لو في حاجة اتعقد منها قبل كده مثلا، لا بتجنبها تماما. هواياته والألوان اللي قاعدة نفسية مع بيحبها، واحدة قاعدة نفسية مع العميل. هي تقريبا بتبقى كده. لازم ندخل جوه بعض قوي عشان افهمه واعيش الحالة بتاعته. حتى ان انا ببقى عايزة اعرف حتى التارجت بتاعه في حياته واهدافه، عشان ممكن يعني بحط له حاجات تقدر تهيئه ان دي تبقى خطوة اولى يقدر يركز في بيته ويعيش حياته كويس، بحيث ان هو يعرف يحقق اهدافه دي والتارجت بتاعه. وفي التصاميم بتاعتك بتراعي ان هي ممكن تبقى تتطور بعد كده، يعني مثلا لو هنعمل اقوام معين بيبقى بعد كده ممكن اطوره لحاجه اه اكتر. طبعا، اه طبعا، ما بعملش حاجة انها تبقى ثابتة الى الابد، وحتى التغيير بيبقى فليكسبل، يعني الدنيا تبقى سهلة، مش حاجة تبقى ثابتة طول الوقت. بتقعدوا مع بعض، بتبقى عنده فكره العميل وبيجي يقول لك انا عايز مثلا اعمل اغير اوضه النوم مثلا، اه بتشوفي بقى تفكيره ازاي، بصي بتقريه ازاي؟ بصي، انا بمشي بخطوات معينة. اول حاجة ان انا بشوف استخداماته، استخدامات العميل بالنسبة لي مختلفة من فرد لاخر. يعني حتى لو هي مثلا، لو قلنا اوضة النوم، في ناس اوضة النوم بالنسبة لها النوم بس، وفي ناس اوضة النوم دي بالنسبة لها اللي بفصل بيها عن حياتي، بعمل هوايتي المفضلة مثلا، بقرا في الاخر قبل ما انام، بحب اتفرج على التلفزيون قبل ما انام. فانا لازم بعرف الهوايات دي الاول وببدأ احدد منها اليوزج بتاعه بقى في المكان نفسه. ده اول خطوة. تاني حاجة بعرف هواياته زي ما قلت لك. تالت حاجة بحب بقى اشوف الوانه المفضلة، الستايل بتاعه. اغلب العملاء ما بيبقوش عارفين الستايل بتاعهم ايه. دايما في ناس تيجي لي انتي تقول لي، محتاجة قاعدة مع النفس الأول، يعني هو جدا دي العميل يحتاج بتبقى يقعد مع اطول نفسه قعدة الأول يشوف واهم هو قعدة. بالظبط. اه دي بتبقى اطول قعدة واهم قعدة، ان انا ببقى عايزة اعرف كل التفاصيل فعلا. وبقعد مع فرد فرد في العيلة على فكرة، يعني انا ما بعملش البيت وابقى قاعدة مع صاحب البيت بس، لا، يعني بحب اقعد مع الولاد، بحب اقعد مع الزوجة والزوج، وابقى بتكلم مع كل واحد في التفاصيل اللي هو بيحبها. شغفك بموضوع الديزاين والحاجات دي والانتيرير بالذات ديزاين باين قوي في كل تصميماتك، وباين بصي، بطريقة إلقائك للحدوتة اللي بتحكيها عن اه التصميم بصي، انا بحب جدا فعلا الخاصة بيكي. التصميم، انا عايش الديكور، يعني بغض النظر انه شغلي من تقريبا 18 سنة، بس لا انا كبريش نفسي بقى، مش هنتكلم في الموضوع ده. لا انا فعلا من 18 سنة بشتغل في الديكور. انا اصلا مهندسة عمارة، بس انا تخصصت في الديكور بسبب ان انا برضو خدتها وراثة من والدي، يعني الله يرحمه، هو كان مهندس ديكور، وانا حبيت الموضوع منه لان انا اتربيت على ايده فيه يعني. وبعد كده حتى لما اتجوزت جوزي مهندس، فبقينا بنطبق، يعني بنعمل تيم وورك مع بعض، اللي هو شغلنا مع بعض، انا بعمل الديزاين وهو بينفذه، وبيساعدني جدا في حتة ان انا اقدر انفذ ده على ارض الواقع ازاي، ما يبقاش خيال. لان عندنا مشكلة كبيرة قوي في الديكور، ان ناس كتير قوي بترسم وبعدين بتلاقي فكرة ان ده فكرة خيالية، انا تنفيذه انفذها ازاي صعب على ارض الواقع. بالظبط. فهو الحمد لله ساعدني في دي قوي. فانا يعني انا زي، العائق المادي بيقف، يعني يبقى فيه إعاقة بالنسبة لك لا يعني. خالص، دي من ضمن الحاجات اللي لازم اعرفها في اول قعده، البادجت بتاعتنا هتمشي ازاي، علشان انت ممكن تعملي الجمال من اقل التكاليف، ملهاش اي علاقه خالص الفلوس طبعا انت كل ما بنعلى بالبادجت طبعا بتقدري الأحلام تستخدمي، بتزيد اه تقدري والأمال تستخدمي بتزيد ماتيريال أكتر. احسن، يعني أيوة زي صح. رخام مثلا، ماتيريال غاليه وكل ما بتعلى سعرها كل ما بيعلى جمالها، لكن لا تقدري تستخدمي ماتيريال تانية باسعار رخيصه تعوض الكلام ده. لو اختلفت انت والعميل مين بيمشي رأيه في الآخر؟
عاده ما بختلفش، ما حصلتش قبل كده خالص في ولا انا مره. بعيش روح العميل، فانا ازاي هختلف معاه؟ يعني انا وانا بعمل ديزاين انا تقريبا بحاول ان انا احدد ان انا مع العميل ده بس. لما باخد ديزاين متكامل بحاول ارفض اي شغل هي جديد. غصب عنك عينيكي بتاخد كده يعني ملاحظات على الحاجات اللي مش مظبوطه، طبعا وغصب عنك للاسف بطبيعه الحال للاسف لما بتبقي قاعده مع عميل وتحسي ان لا اللي بتقوله ده مش هيحصل، يعني في دماغك لا ما ان ده غلط ان او ده الراي غلط، ده لا مش ده صح مش مش صح هيمشي مع 100%، المكان. بتتصرفي معاه ازاي؟ بصي باخده بهداوه، لان زي ما قلت لك احنا يعني انا ربنا اداني علم واداني تالنت، فانا مش هينفع ان انا اطالبه هو انه يبقى عنده نفس العلم ده ولا نفس التالنت دي. فانا باخده بهداوه وبفهمه وبشرح له يعني بشويش كده، لا ده لو ركبته على ده هتحس بكذا، وبديله امثله بقى على الطبيعه. يعني مثلا زي في ناس مثلا بيعجبها ده حلو وده حلو وده حلو، فركبه لي في المكان كله. طبعا احنا ده هيعمل زحمه جدا للمكان، فدايما بقى ببدا اوجههم يعني طب تخيل انت لو داخل على البحر وجنب البحر حطيت مش عارف ايه وجنب مش عارف ايه حطيت ايه، طب هتلاقي كل ده، هتلاقي الدنيا بقت زحمه، انت عينك هتاخد على يعني ببقى عايز كل حاجة حلوة شافها طبعا موجودة في طبعا. والصور بقت المهندسة متوفره على تحققها لي. الانترنت، دي مخليه الناس شايفه بكل المساحات حاجه. بتحكمك قوي، مساحات الشقق. لا هي مش بتحكمني بس بتخليني احط يعني قواعد معينه. يعني ما اقدرش اجي في مساحه احط نفس الالوان اللي احطها في مساحه صغيره نفسها احطها في مساحه كبيره. زي مثلا المساحه الصغيره دايما احب اوحد الالوان، ودي اول نصيحه دايما بنصحها، يعني بلاش نجيب لون مطرقع ونحطه في مساحه صغيره، لان ده بيهدي، اولا بيهدي العين، ثانيا بيدي مساحه اكبر وبيكبر المساحه. بوحد الالوان دي حاجه، حتى لو حبيت استخدم الوان، في ناس بتحب الالوان اصلا فبحب احطها لهم، بس بوحد بقى يعني بدي تون معين وبخلي الحيطان كلها بنفس التون ده. الغوامق فعلا بتضيق المكان وكده. الغوامق ممكن تضيق المكان جدا طبعا، وبالذات استخدامها بطريقه معينه. يعني ممكن استخدم الغوامق في جزء الارضيات، او ممكن استخدمه في الكنبه في الكوشنز، لكن لما اجي استخدمه في الحوائط لا هتضيق المكان، وما اقدرش استخدمه في السقف نهائي الا في الاسقف العاليه. طلعت موضة كده فترة الحوائط اللي هي بتبقى ليها يعني 3 حيطان عادي لون، وبعد كده الحيطة الرابعة بتبقى فلوري بقى، بتبقى معمولة شكل. انتي مع الستايل ده ولا لا؟ بصي هي كل فترة بيطلع ترندز لكل سنة، ويعني انا ما بحبش امشي على الترند بالملي، انا بحب امشي على اللي يليق على المكان. بس يعني هي دي ما زالت موجودة، يعني حتى في وول بيبر اسمه تروبيكال اللي هو بيبقى ستايل الستايل اللي هو الهواي بقى، هواي. ولو شجر وورد وفلامينجو وكده، بس ده برضو لازم يبقى المكان مناسب لده وبقية الديكور يبقى مناسب لده. يعني ما ينفعش اعمل وول بيبر عجباني وبقية المكان مثلا عاملاه كلاسيك، طب ما انا كده الدنيا ما مشيت، مش هتشوفي الجمال اللي انت شايفاه في الصورة، لازم يبقى الموضوع كله متكامل. انتي محضره لنا هنا ومحضر لنا في الكنترول صور كنتي بعتاهم لينا، ممكن نبقى نتفرج عليها. الديزاينات بتاعتي طيب اللي هي تعلق لنا عليها بقى يا باشمهندس. طيب دي مثلا كان ده مودرن ستايل، الشغل ده شغل جبس بارز. الورده زي ما انت شايفه كده، هنا انا موحده الالوان كلها اوف وايت مع الابيض، حتى الارضيات انتي عامله كانت على فيها البيج. شكل ورود او حاجه كده دي الورد البارز ده بالجبس ده، بالجبس. ده بيدي، هو مدي طبيعه وروح قوي للمكان. طب نشوف اللي وبعدها بعديها نعلق عليها علشان ده كانت اول حدوته التصميم، نزلتها كحدوته يعني. دي بصي دي الوان مترقعه جدا، يعني دي الوان مندمجه مع بعض، بتدي ريفرشمنت للمكان قوي. وهنا استخدمت الشجره، ده كان الفكره بتاعتها لان هي صاحبه المكان بتحب انا اسرتها شفت قوي. الفيديو اللي هو عايز يحط براويز وصور لاولاده وحاجات كده. بيحبوا جدا يعني نفسهم يبقوا لمه العيله، فحتى مكان حطينا كاونتر على جنب كده زي ما انت شايفه، وكراسي بار علشان نقدر يبقى في اكل يبقى فيه حتى حتى ياكلوا فيها الاكل او في كده. المكان دوت، فيبقى احنا بناكل وقاعدين مع بعض. الصوره الثالثه ده نفس الشقه اللي فاتت زي ما انت شايفه، برضه انا استخدمت كل حاجه فيها الطبيعه، حتى يعني زخارف الورد وحتى الشجر على البارتيشن بالسداسيات دي عامله زي خليه النحل. وهنا يعني في الناحيه الثانيه مش عارفه هتبان في صوره ثانيه اللي هي فيها بقى تجزئه ممكن الرخام نشوف صورة الطبيعيه. ثانية. لا ده بقى ديزاين تاني، هم مش مترتبين، هم بس دي
ده ديزاين بقى ده حاجة كلاسيك من أكتر، من أكتر الديزاينات اللي بحبها. حاجة قصور شوية، دي ليها قصة لوحدها يعني، هحكيها لك انتي أول واحدة. اتفضلي. صاحبة المكان ده وأتمنى إنها تكون سامعيني، قالت لي أنا بحب الطاووس يعني. أول ما قعدت معاها أول قعدة خالص قالت لي أنا بحب الطاووس بكل حاجة، بألوانه بطريقته بستايله، بحبه بعشقه. بقيت عايزه استخدم لها الطاووس في المكان، وهو ريسبشن وكلاس، وهي كلاسيكيه جدا، ست كلاسي قوي. ف يعني لما هنشوف الصور هتلاقيني استخدمت الوان الطاووس كلها. نشوف الصور اللي بعديها. يا ريت نبقى الميكس. لا دي نفس الصوره، لا دي اللي بتاعت اللي قبلها. دي اوضتها، هي اوضه نفس اللي هي بتحب الالوان، ليها ستايل معين. هي الالوان دي ترند اصلا، الالوان الباستال دي دلوقتي اعلى ترند يعني. طب دي اوضه نوم صغيره بس انت مستغلياها، مش حاسه بخنقه فيها خالص يعني. لان انت استخدمت هنا كومبيتينات صغيره ومعلقه من على الارض، فما خدتش مساحه من الارض. دي حته مهمه جدا. لما نبقى عندنا المساحه صغيره مش لازم كل حاجه تبقى بلوك تبقى على الارض، يعني ممكن نرفعها من الارض عشان ندي روح. ده ستايل مودرن ستايل برضو. طبعا ده عيدان البامبو، دي برضو موضه جدا جدا. وبتدي روح للبيت قوي. جميله، هي جميله قوي. ده اني ده نفس البيت اللي هو المودرن ستايل. ده ريسبشن بس انت عاملاه كله ريسبشن، الوان هاديه جدا. بس مستخدمه الباستال برضو. دي السفره بتاعت الريسبشن شفتها فيها. بصي، هو دخول الخشب الطبيعي مع اي ديزاين بيدي له روح ودفء للمكان جدا. بتحبي بقى الانجليش ستايل ولا الحاجات اللي هي بصي انا كمهندسه ديكور لازم احب كل الستايلات. بحب كل الستايلات، بس بتميلي لايه اكتر؟ الانجليش كانتري. لا انا بميل كشخص. يعني شخصيتي انا بحب النيو كلاسيك. يعني الكلاسيك لما بنجرده شويه ونديله الوان فاتحه ده بيقلب معانا للنيو كلاسيك، فبستخدم المودرن مع الكلاسيك واعمله. تعملي ميكس. بصي، ولا غنى عن الكلاسيك، ودي برضو مودرن ستايل. والمطبخ استخدمنا فيه الالوان الباستال. بس انت حاطه السلم اهو، انا شايفاه عاملاه مودرن خالص، حجر الحيطه حجر، دي كلاسيك. يعني واخده منها حاجه. لا شويه، لا الحجر مش كلاسيك، الماتيريال ملهاش دعوه بالكلاسيك او المودرن. يعني دي ملهاش علاقه خالص. بنستخدم الحجر ده في الكلاسيك والمودرن، احنا بس بنوظفه ازاي. هي دي الفكره. اهي بقى ده الريسبشن اللي كنت بقول لك عليه. بصي، البيانو تحت والطاووس السلم ورسمه الطاووس. وبعدين الالوان بقى، بتشوفي البانكات مثلا لون اللي هو الجرين دوت بتاع الطاووس، ودرجات الاصفرات بقى اللي داخله في. طيب بتسلمي الفيلا او الشقه بس جدران وحاجات كده، ولا بتتدخلي كمان في الفرنتشر؟ طبعا الفرنتشر. لا، هو انا الحمد لله يعني احنا بنبدا من A to Z يعني. ممكن اسلم العميل لغايه الفرنتشر بالمفروشات. يعني احنا برضو عندنا مصنع موبيليا بقى له 40 سنه بقى، ده بتاع والدي الله يرحمه. ما شاء الله. انا بسلم بكل ديتيلز. ستيل المصنع ستيل بتاعكم؟ لا، كل حاجه برضو. كل حاجه قلت لك. هو احنا يعني انا بفكر على حسب دماغ العميل. هو بيحب ايه وانا ببدا اشتغل عليه. وهي دي ميزه ان انت تبداي من الاول خالص، ومفيش حاجه لازماكي. ولا انا بلزمه بالستايل بتاعي، ولا بالعكس انا بعيش روحه هو اللي بلتزم بيه. تحطي التصميم كله، وبعدين ما تبتدي بعد ما تخلصي انا هدخل في موضوع اللي انا افرش البيت، ولا من الاول خالص انا هحط هنا في الكواندا كذا مثلا. انا بخلص التصميم متكامل، لان انت لازم حتى لو مش هينفذه بتديها الشكل كامل. يعني بيجي لك العميله مديها الشكل كامل لحد طبعا ده اللي هيطلع قدامك. السجاده بالنجفه بالاباجوره بالزرع لونه ايه، لان ده اللي هيدي الشكل المتكامل في الاخر. بتلفي كل قد ايه بقى عشان تعرفي كل جديد موجود في السوق وفي الحاجات دي؟ كل يوم؟ كل اسبوع تقريبا. يعني انا فعلا لو ينفع انزل كل يوم هنزل كل يوم. ولو ما بنزلش، لا انا على طول فاتحه الاونلاين، وبدخل على كمان المعارض العالميه علشان اقعد اتفرج في ايطاليا يعني وصلوا لايه. اغلبيه المواد اللي بتستخدميها مصريه ولا بتبقى فيها استيراد؟ اغلبها مصريه. اغلبها مصريه. انا بشجع جدا المنتج المصري بصراحه. بحب اولا الخشب على طبيعته، الا طبعا في انواع خشب مستورده. بتلاقي حاجات يعني موجود انت طبعا عشان والدك هو اللي كان ماسك الموضوع قبل كده، فاكيد ليكوا خبره في الموضوع ده. ليكوا موردين مختصين عارفينهم حاجه طبعًا في مصر؟ طبعا. طبعا من زمان يعني، برضو من 40 سنه مع بابا، فطبيعي ان احنا نبقى عارفين الكلام ده.
وغير بقى المقاولين بتوعنا اللي هم بيشتغلوا تحت ايدينا احنا في الشركه بتاعت المقاولين. الصنايعيه بقى اللي هم بينفذوا الحاجه. اللي هو اخبارهم ايه دلوقتي؟ يعني لسه ايديهم كده ماهره زي زمان؟ طبعا امهر ناس. هم بس ليهم تعامل خاص، ولكن هم احسن ناس، هم المصريين طبعا في شغلهم. بس هو لازم يبقى، بصي يعني العامل المصري انا مقتنعه، دي قناعه شخصيه، ان هو لازم تديله قدره، تديله قدره في ان هو انت بتشتغل، فلازم تبقى بتفهميه هو بيشتغل ازاي. ثانيا تديله قدره في الفلوس وتقدري خبرته طبعا، هو ايده في الموضوع بقالها كتير فليه طبعاً. خبره، واللي عنده أكيد. خبره غير خالص اللي بيجي لي اول مره. بس هو كان اللي بيجي لي اول مره برضه انا بعلمه الحمد لله، يعني انا برضه بفضل وراهم لغايه ما يطلعوا الحاجه اللي هم يعني ترضيني انا، لان انا مش يعني ممكن رضا العميل يبقى سهل، لكن انا رضاي انا عن استلام الشغل منهم هو اللي بيبقى صعب. انا بشوف بقى بلقط كل غلطه وبلقط كل حاجه غصب عنك بالخبره وبالوراثه. ايوه. طب قولي لي حاجه، زي مثلا تنفيذ فيلا زي اللي احنا شفناها او شقه دي بتاخد وقت قد ايه؟ بصي تختلف حسب المساحه اكيد صح؟ طبعاً ولا طالبينه جواها؟ بصي حسب المساحه، حسب انت جوه كومباوند ولا ولا في مكان تاني، لان جوه الكومباوند بيبقى فيه مواعيد مواعيد رسمية. شغل بالظبط. لكن هو عاده من 3 لـ4 شهور. طب دي مده كويسه، ده في ناس تقعد بالسنه و6 شهور وحاجات كده. الا لو في ظروف خارجه عن الاراده زي ظروف البلد، فتره كورونا او حصل حاجه قفلت خالص، او العميل نفسه توقف لاسباب ماديه مثلا. الشغل كل حضرتك عرضتيه دلوقتي ده حاجه داخلي، مثلا ممكن نعمل روف او مثلا حاجات اوت دور او كده. انا بعت صور تقريبا اوت دور، بس مش عارفه هي هتنزل ولا لا. بعمل طبعا روف وجاردنز وكده وكله. الروف بقى حاجة أساسية، أنا شايفة كل الناس دلوقتي كل الناس بقت بتهتم بتقفله وبيطلعوا منه، لا كمان بيطلعوا منه شغل كتير، يعني عاملين أوض حمامات. انا يعني مش عارفه الصوره دي موجوده لا، بس هبقى انزلها. هي عندي يعني لسه عروف عاملاها قريب، كان معمول على ستايل افريكان ستايل. بصي وهمي يعني. عملنا الحجر واستخدمنا نافوره ميه صغيره على جنب كده، وكل الكراسي عملتها، الكراسي عملتها الكوشنز، التشجيرات والرسومات الهندسيه بتاعت الافريكان. وجيت عند الترابيزات عملتها على شكل الطبله بتاعت الافريكان. ده كله فكان دي كانت فكره العميل بقى ولا اقتراح حضرتك؟ برضو مع القعده مع العميل. طب انت عايز ايه؟ طب بتحبي ايه؟ طب قعدنا نتكلم كتير. في الاخر يعني هي قال لك قولي لي حاجه يونيك عجبها في الاخر انها الحيوانات. لا هي بتحب الحيوانات. فهي على فكره صاحبه الطاووس. فقالت لي انا بحب الحيوانات جدا، بس انا مش قادره اجيب حيوان، مش هجيب حيوانات يعني في البيت، بس انا بحب الحيوانات. فانا جات في دماغي فكره الافريكان ستايل. طبعا الحمد لله انبسطت جدا، يعني حست ان هي فعلا عشت الجو دوت، يعني هتعيش الجو. انا حاسه ان انت وانت بتقعدي معاهم مبسوطه انك قاعده معاهم، بس مبسوطه انك داخله جوه شخصياتهم ومطلعه افكارهم جداً. وحققتيها، يعني انت وانت بتحكي سعيده. حد مبسوط ان هو عمل كده جدا. درستي حاجه كده، حاجه فيها علم نفس او كده ولا؟ بصي انا باخد طبعا، بحب قوي اخد كورسات باستف سايكولوجي، وباخدها مع نهى زهره. بس مش باخدها ان انا اشتغل على الناس، باخدها اشتغل على نفسي. واحقق ذاتي انا، واحقق شغفي. وده ساعدني جدا. بس بيخليك عندك خبره في التعامل، هو يعني لما توصلي انك العميله تحب الحيوان فانت يعني وصلتي لاعماقها قوي. ايوه، ما انا بقول لك احنا القعده بتبقى مش قعده شغل، احنا بنبقى قعده صفا وود لغايه ما اعرف. حتى ساعات في ناس بتحكي لي عن مشاكل خاصه وبفهم منها، انا ما بيهمنيش قوي المشكله الخاصه قد ما بفهم منها عمق الاحساس اللي عندها ايه. احساس فقد، احساس عدم ثقه في النفس، احساس في احاسيس كده بتوصل، فببقى عايزه اوصلها ان انت بيتك ده بيحقق الحته اللي ناقصاكي. اول تصميم رسمي عملتيه بخلاف الجامعه والحاجات دي كان امتى؟ كان من تقريبا، بصي هو اول تصميم كان مع والدي الله يرحمه، كانت سفاره اليمن في الـ في الـ كانت ساعتها في الفين في المهندسين تقريبا على ما اتذكر، كان زمان قوي. وبعد كده عملت تصميم 3D بقى، ده كان اول مره تقريبا من 15 سنه. كان فيلا في 6 اكتوبر ده بقى اللي ابدعتي فيها. دي كانت اول مره اسمع رياكشن قوي كده. طبعا هو يوميها يوم السفير ده كان السفير كان يعني منبهر، بس شغل مكاتب وكده بيفرق خالص عن فرش البيوت اكيد. لكن لما بقى بدات اسمع رياكشن بتاع انا حبيت بيتي قوي،
انا بنتي منبهره باوضتها، عارفه الكلمات اللي بتاثر فيا قوي لما بلاقي أيوة مشاعر طالعه في، يعني انا بيجي لي ساعات كومنتات بتاثر فيا لدرجه ان ممكن اعيط من عمرك الاحساس ده. عملتي حاجه وبعد ما تنفذتيها وخلاص كنتوا متفقين عليها قال لك لا ده انت طلعت غير الورق انا متضايق والحاجات دي؟ لا انا واثقه ان لا يعني باللي انا شفته من شغلك، بس يعني لا بصي هقول لك ليه، لان هو بيشوف معايا خطوات يعني، ولو حصل تغيير غصب عننا لاي سبب، زي مثلا بيحصل حاجات كهرباء او تكييفات او كده، بيجي يغير لي حته مثلا، بجيبه وبيبص على الطبيعه، على الحاجه اللي انا عاملاها، ايه رايك هنعمل كذا وكذا وكذا. انت العميل طول الفتره بيتابع معاكي؟ طبعا طبعا بيتابع معايا، هو مش شرط انه يجي بس كل الخطوات بيتابع معايا فيها، واول ما بند بيخلص بيجي يستلمه مني، فبيبقى طبيعي ان هو هيشوف الحاجه على الورق، مش بيجي يتخض بعد 3 شهور ايه ده مش اللي على الورق، لا خالص. انا دايما في فقراتي لما بيبقى في حد مبدع زيك كده اولا خليكي بتشرف ميرسي بيه، ميرسي. وتاني حاجة عايزة أسألك تختمي لنا بإيه؟ يعني أنت أمالك إيه؟ طموحك إيه في المهنة اللي أنت فيها؟ بس طموحي بصراحة إن أنا ألاقي الناس بتهتم بديكورات البيت زي ما بتهتم بهدومها وبلبسها وبمظهرها الخارجي. كتير مننا مش فاهم قد إيه إن الديكور ده أساس حياته، يعني أنت مش هتقدر تحقق أهدافك، مش هتقدر تحس بنفسك ولا راحتك إلا لما تحس إن بيتك ده هو مصدر الإلهام بتاعك. فنفسي الناس تهتم قوي بالفكره دي، الديكور مش حاجه مكمله، الديكور ده اساس، يعني ده حياه، يعني مش ان انا بقى بعمل حته جماليه، والا ربنا ما كانش خلق الجمال اللي حوالينا ده، ما كناش حسينا بالجمال في الشجر وفي البحر وفي الحاجات الطبيعيه اللي بنشوف، حتى الصحراء والجبال احنا بنشوف فيها جمال، فربنا خلق الجمال، فيبقى احنا لازم نهتم بالجمال عايزاهم ده. يهتم. طب احنا للاسف فقرتنا خلصت معاكي، ان شاء الله لينا لقاءات تانية كتير ميرسي جدا، وشرفتينا. ميرسي ميرسي نتواصل جدا، ونعود ان شاء الله.